فوق الحصار ترابية سين فلسطين جدا محظوظ لانه الاحتلال فرض علي لجوء لعمان فسينها اقل خرا لانه الماي قلب قحبة والسين قلب ما خنيث ومدعرة كوني رصاصة وظيف تكون دقيق وقاتل وترابية بهيك سين مش متفائل قاعد بتساءل لوين هو واصل وقت المايك ما كانش اسلوب حياة انسى وامحي واذا فكرك مش منتمي شرب تلج وانت شي وك معنا مستحيل تمشي واذا المايك مفكر جيب لك قحبة مصاري البابا بتجيب لك بدل الوحدة عشرة واذا واقف على المنصة عشان تسمع اسمك بتنادي وانت يفضى عرضة صرت انت وياها مسخرة انك تبعث بالمايك العماني صفة انك قاعد تبعث بغرض ترابي هون لازم ادخل لافصل بين الميم الحقيقي والمتصنع بلانة هون مدارس قديمة هدفها توعوي وانت المدرس ثقافتك مزيكا وميلودي نظامك ميكا بيلي واحنا نظام الترابي عربي بعلي فبعطي بعيد عنكم وينك لما البساط نزلت على الكرامة ولا صفت كلام عورق المقاومة يوم اول مصحى بزعان الشباك الستارة شوف الحارة كيف كانت مصلحة وصلت صارت مصلحة واللي بعرفك مصلحة فانا بنصحك مش لخسرك او اربحك انا منبعك اشرب مني انا منفعك استفيد مني لاني بعبر عنك وعني فانك تكرهني بتخسر انا الشجر ما بتخلع والقزاز اللي ما بتكسر واحلى منظر بوسخ محضر في حضم الافعي ما بتتفسر وابصر شو يطلع معي ومعي تراب والجو مغبر خلي قلبك تحجر لحتى ما نخسر شي في حياتك وتطلع جواتك اصفاتك واكتشف ذاتك وابعدها عن ملذاتك واللي فاتك لازم فاتك المجتمع مالوش فيك ولا اله بتصرفاتك بس اله يتصرف معك اذا تخليت عن عاداتك واذا عديتك باسلوب حياتي خذ مني بس الصح وخلي الوسخ من مقتنياتي لانها مش فارقه عن طيزي امسي عربي بكتب عربي وما بكتب بالعربي زي بس لحتى حط قوافي انت شغلك نافي وجودك وجودك وعدم واحد والقيمه تعطك راحت لما ريحتك كلها فاحت جماهير عمان صاحت تربيه هي العقليه اللي لازم نتبعها ونمسك بالمنجل تبعها لحتى نقطع وسخ روس وبالشكوش نرجع سياسه تكسر العظام بكلام خارج عن نطاق انه نقبل اي وسام سام عامل على السلام